هذا المعطى واش غير انا اللي عندي ولا تنقول هيئة الدفاع ان هذه المكالمه المعلومه. انا كنت يعني مدمن على جميع الحلقات اللي دار حميد المهداوي. كنظن بان في شي حلقه هو في رمضان شار لهذه المكالمه هذه، ذكرها هكا بنوع من السخريه واعتبرها نوع من الاستدراج، قالها هكا في شارع. انا ما اعتقد واش هذا المعطى هذا عندكم، واش ممكن هذا؟ لأن ذكرها وقال بأن السيد عيطلي وراني بل أنه نمح لأنها جهات معينة وأنا راني ماشي من ذاك النوع، وقال لك بأن غير نتأكد من السيد بعد شكون هو وهذه، وقطعوا هذا الموضوع هذا. إذا هذا ماشي جديد بالنسبة لي بل عامة، ولا هو راه ما عمره هضر عليه. المسألة اللي بالنسبة لي أنا السياق اللي أشفيه فيه هو توظيف سافر للقضاء لاعتقال أي واحد، الى درجه ان ما بقيناش عارفين شنو هو حد ديال الحريه ديال التعبير اللي ممكن الناس يوصلوا له. حيت المهداوي بطبيعه الحال هو الان اللي راه هذا، ولكن راه ماشي راه هناك مجموعه من ذوك الشباب ديال الدار البيضاء، ذاك البداحي ديال 20 فبراير، وهذاك عادي الكرماطي وكرموطي، وكاين مجموعه من النشطاء الذي يتم محاكمتهم رغم انهم فقط تتم متابعتهم على التعبير على الاراء ديالهم، بغض النظر ديك الاراء واش صحيحه ولا خاطئه، ولكن يتم محاكمتهم بالقانون الجنائي. إذا يجب أخذ الأمور بهذا الاعتبار والتعامل على أن الدولة الآن المعركة هي نشوفوا شي حل ديال الوقف ديال هذه السياسة اللي ولات سياسة ديال محاكمة معتقلي الرأي والإعلام والتعبير بالقانون الجنائي. يعني بان بانه قانون الصحافه والنشر رغم التطبيل ديال الحكومه ديال السابقه وديال مصطفى الكذاب بانه اهم انجاز هو ازاله العقوبات السالبه للحريه، ولكن بان بان ذاك راه خصو يتقطع هذاك قانون الصحافه لانه لا قيمه له. وانا كنأيد جميع الخطوات اللي تم الاعلان بها. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. أكدت تقارير إعلامية صادرة اليوم أن هناك تحرك داخل كواليس القصر الملكي من أجل الإطاحة بحكومة سعد الدين العثماني في غضون 3 أسابيع، وذلك تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب. وأضافت ذات التقارير وفق ما نقلته مصادرنا أن الخطاب الملكي الغاضب في عيد العرش وغير المسبوق كان بمثابة تمهيد للحدث الذي يعد له والذي سيعصف برؤوس كبرى اعتادت تحمل مسؤولية تدبير شؤون المواطنين. هذا وتوقعت مصادرنا أن يتم إصدار عفو شامل عن باقي معتقلي حراك الريف القابعين في السجون وعلى رأسهم زعيم الحراك ناصر الزفزافي. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم، لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة للتوصل بكل جديد، والسلام عليكم.